واحد بيحكوا بيقول في يوم من الايام الجمل بتاعي خلاني غضبان جدا علشان ما كانش مطيع وما بيسمعش الكلام، فأدبته واهنته وفضلت اضرب فيه لحد ما وقع على الارض من كتر الضرب. بعدها الجمل بقى مطيع جدا وبيسمع الكلام، وانا برضو كنت بتعامل معاه بكل حذر ومش بغفل عنه ابدا. وفي ليلة من الليالي كنت قاعد قدام البيت انا ومجموعة اصحابي، فواحد من صحابي عنده خبرة في تربية الجمال قال لي الجمل بتاعك تصرفاته غريبة جدا النهاردة وما تبشرش بخير، عمال يبصلك ويراقبك وانت داخل البيت وانت خارج منه، خد حذرك منه وراقبه كويس. فرديت عليه وقلت له جزاك الله خير وان شاء الله هعمل بنصيحتك. وبعد ما اصحابي مشيوا جهزت الفرشة بتاعتي علشان انام، وكنت متعود ان انا انام قدام البيت ومن غير ما الجمل يحس حطيت مخدة مكان نومي وحطيت عليها الغطا ودخلت البيت. طلعت على سطح البيت علشان اراقبه واشوفه هيعمل ايه، وبعد شوية لقيته بيتحرك ناحية الفرشة اللي هو بيعتقد ان انا نايم فيها بكل خفة كأنه اسد عاوز ينقض على الصيد بتاعه. وبسرعة البرق لقيته انقض على الفرشة بتاعتي وبرق عليها وقعد يدوس عليها برجله وصدره ويقطع الفرشة بأنيابه بكل غضب. لما خلاص هدي وحب يسيب الفرشة ويمشي ناديت عليه وانا موجود فوق السطح، فلما شافني قعد يلف ويدور في مكانه وبعدين وقع على الارض من شدة القهر. وتاني يوم الصبح لقيته ميت وما بتحركش من مكانه. كلمت مجموعة من صحابي علشان يجوا، ولما جم